هذا سائل يقول: إني شخص ابتليت بالذنوب في الخلوات، فهل من نصيحة في ذلك؟ التوبة، عليك بالتوبة. تخشى، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بالغيب يعني إذا غابوا عن الناس، يخافون الله إذا كانوا ظاهرين، ويخافون الله إذا كانوا مختفين، لأنهم لا يراقبون الناس، إنما يراقبون الله عز وجل. نعم.